السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من اوراق تركيا. اليوم سنتناول موضوعين. الموضوع الاول هي العمليه الجويه العسكريه التي تقوم بها تركيا في سوريا والعراق. اهداف هذه العمليه، هل هي مقدمات لعمليه بريه؟ هل هي رد على عمليه تفجير اسطنبول؟ سنجاوب على هذه الاسئله وننظر للمقاربه التركيه للاشكالات الحاصله الان في علاقة بحزب العمال الكردستاني وفي مقاربات مختلفة. كذلك في الجزء الثاني سنتناول عملية سياسية أخرى تبدو مؤشرات لمرحلة قادمة، المصافحة بين الرئيس أردوغان وعبد الفتاح السيسي، ما قبل ما بعد هذه المصافحة. كل ذلك سنتحدث فيه اليوم في أوراق تركيا، فأهلا بكم. نرحب بضيفنا دكتور سعيد حاج، الباحث متخصص في الشان التركي. اهلا بك دكتور سعيد. اهلا وسهلا استاذ محمد. نحن اليوم بين عمليتين، ما هو عسكري وايضا ما هو سياسي. نبدا بالعسكري، عمليه جويه تقوم بها تركيا في شمال سوريا وفي العراق ايضا. هل هي رد على تفجير اسطنبول؟ سنجاوب على ذلك ولكن في التفاصيل. نعم، بعناوين الاخبار سريعا جدا كما هي العاده، بالتاكيد ان هذه العمليه الجويه التي اطلقتها تركيا كانت ردا على تفجير اسطنبول، وهذا الذي جاء على لسان الرئيس أردوغان وعلى لسان وزير الدفاع في بيانات وزارة الدفاع وعدد من المسؤولين الأتراك. في الأخبار وفي التفاصيل، وزارة الدفاع التركية أعلنت الأمر تحت عنوان جاء وقت الحساب واسم العملية المخلب السيف. هي جزء إذن أو سلسلة ضمن سلسلة عمليات المخلب، وكانت متزامنة ما بين سوريا والعراق، في العراق ضد معاقل حزب العمال الكردستاني، في سوريا ضد معاقل وحدات الحماية التي تعتبرها تركيا الذراع السورية أو الامتداد السوري للعمال الكردستاني. بيانات وزارة الدفاع مرة أخرى التركية تحدثت عن مشاركة 70 طائرة مقاتلة وأيضا مسيرة محاربة في هذه العملية، وبالتالي أيضا الأرقام كان لها دلالة. وفي الخبر التالي على صعيد الأهداف، عشرات الأهداف، الحديث الأولي كان عن 89 هدفا دمرت ما بين ملاجئ ومراكز مستودعات مخازن أسلحة وما إلى ذلك، وأيضا حتى بيانات وزارة الدفاع التركية أيضا تحدثت حتى عن مئات ربما أو عشرات على أقل تقدير المسلحي قسد أو وحدات الحماية والعمال الكردستاني الذين استهدفوا. في التفاصيل الملفتة للنظر أيضا أنه إضافة للعمال الكردستاني هنا وحدات الحماية هناك، أيضا كان هناك إخبار عن استهداف مراكز أو مناطق أو نقاط ربما للجيش السوري للنظام السوري، وسقوط أيضا قتلى وجرحى من ضمن أفراد النظام السوري. هذه العملية سمتها تركيا منذ اللحظة الأولى العملية الجوية، لكن كان السؤال دائما مطروحا، هل يمكن أن تتحول أو أن تستمر بشكل عملية برية؟ لدى عودته من مشاركته في افتتاح مونديال قطر، في حديثه مع الصحفيين قال رئيس التركي أنه لا يمكن أن تقتصر العملية فقط على عمليات جوية، وإنما هناك عملية برية قادمة، لكن في التفاصيل وزارة الدفاع تعمل على ذلك، ولذلك وكأنه فتح السؤال وحاول الإجابة عليه أيضا أو أجابه ربما. عملية جوية ممكن تكون مقدمة لعملية برية وأيضا تفجير اسطنبول، يعني هذا كل يأتي في السياق. التقرير يحاول أن يجاوب على جملة هذه السياقات ثم نعود النقاش. من غير الممكن الاكتفاء بالعملية الجوية للرد على تفجير اسطنبول. مؤسساتنا المعنية تقدر حاليا كم من القوات ستحتاج العملية البرية. هكذا وخلال عودته من المشاركة في افتتاح مونديال قطر، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقاط على الحروف فيما يخص العملية الجوية التي أطلقتها القوات المسلحة التركية في كل من سوريا والعراق، مجيبا على السؤال الأهم الذي يشغل بال الجميع، هل تنفذ أنقرة عملية برية؟ كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن قصف عشرات المواقع لحزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب في كل من العراق وسوريا بشكل متزامن، وتحييد عشرات المسلحين التابعين لهما، لكن مدن الجنوب التركي تعرضت لاحقا لقصف من الداخل السوري استهدف مدرسة وقتل بسببه مدنيون منهم طالب ومعلمة، ما يعني أن العملية الجوية لم تحقق كامل أهدافها بالردع وحماية الداخل التركي، الأمر الذي يجعل العملية البرية حتمية يقول مراقبون. يقول أردوغان بأن بلاده تستكمل الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالعملية البرية، وإنها لم تستأذن أحدا في هذه العملية الجوية ولن تفعل في أي عملية برية قادمة، فهل اتخذت أنقرة القرار فعلا؟
ثم من يرى بأن ذلك صعب دون إقناع الأطراف الدولية المنخرطة في القضية السورية وخصوصا روسيا والولايات المتحدة، وإن هاتين الأخيرتين أكثر تفهما اليوم لدوافع تركيا من السابق بعد أن استهدف تفجير اسطنبول أحد معالمها السياحية والتجارية موديا بحياة مدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة لاستمرار استهداف المناطق المدنية في الجنوب التركي. ولكن القصف الروسي في إدلب بعد العملية الجوية التركية يوحي بأن موسكو ليست موافقة على ذلك. يقول متابعون ما يعني أن العملية المفترضة قد تواجه صعوبات لوجستية لا سيما فيما يتعلق بالمجال الجوي السوري الذي تسيطر عليه روسيا. في المقابل نفذت تركيا سابقا عملية نبع السلام في 2019 رغم التحفظات الروسية والأمريكية قبل أن توقفها بناء على تفاهماتها مع كلا البلدين، ما يجعل ذلك خيارا متاحا أمامها في الوضع الحالي إن لم تستطع إقناع كل من موسكو وواشنطن. فأي الخيارات ستختار أنقرة؟ نرحب بضيفينا في الاستوديو دكتور بوران كوروغلو أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة ابن خلدون، ونرحب كذلك أو نجدد الترحيب بالدكتور سعيد حاشا الباحث متخصص في الشأن التركي. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. بدأ النقاش حتى قبل الحلقة دكتور بوران، يعني عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية وقوات سوريا الديمقراطية أيضا في سوريا والعراق، يعني من موقعك كأكاديمي ومحلل كيف تقرأ هذه العملية؟ هل تتكرد على تفجير اسطنبول أم هي بداية لعملية برية أخرى تنوي تركيا أن توسع في دائرة استهدافها لهذه التنظيمات الإرهابية؟ يعني بالنسبة للأول مساء الخير لكم ولكل المشاهدين في قناة الحوار. بالنسبة للعملية طبعا هي يعني لا يمكن أن نربطها بشكل مطلق بالعملية الأخيرة اللي قام بها تفجير في إسطنبول البيكيكي، ولكن أصلا هي كانت يمكن القطرة الأخيرة التي يعني عبى السطر أفاضت الكأس نترجم هذا. فلذلك يعني تركيا منذ فترة طويلة تعلن أنها هناك مشكلة في المناطق التي الآن يعني تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري تحاول أن على الأقل تسيطر على منطقة من أجل استقرار الأمن الحدود التركي، ثانيا استقرار هذه المنطقة التي يعني لجأ إليه ملايين من الناس، يعني منطقة إدلب وطبعا فوق منطقة هذه المناطق الأجزاء التي تركيا حاولت أن تسيطر عليها من أجل على الأقل فتح المجال ليرجع حزام حدودي. نعم طبعا هذا حزام يفصل بين تركيا وبين هذه العناصر الإرهابية PKK/PYD، وكذلك يعني يكون هناك مجال لإعادة جزء من الشعب السوري إلى هذه المنطقة. لذلك ما كانت بقية طبعا منطقة كوباني عين العرب، كان هناك اتفاقية تركية روسية وأمريكية من قبل على أساس أنه كلا الدولتين روسيا وأمريكا تلتزم بإخراج كل هذه العناصر من تلك المناطق، ولذلك تركيا أوقفت عملية غصن الزيتون وبعدها طبعا عمليات أخرى. ولكن ما رأيناه ما زال هذه المناطق PKK وPYD تستعملها للهجوم على تركيا، للهجوم على المناطق الأخرى، منطقة جرابلس، منطقة غصن الزيتون، منطقة أفرين. لذلك كان من يعني الأقلية الاستراتيجية التركية كان لابد من أن يرجع هذه المناطق. بعد ذلك طبعا نتحدث عن مجال السلام بين النظام والفصائل الأخرى. لذلك هذه صارت فرصة أمام تركيا. طبعا رد كان ضروري جدا لأنه يعني العملية تفجير تم في قلب إسطنبول، أكيد كان هناك مئات المحاولات من قبل PKK كلها أفشلت، ولكن طبعا صعب جدا أنك تسيطر على هذه المنطقة التي فيها دولتين غير قادرتين عند العراق وسوريا على أن يحاربوا الإرهاب، ولذلك تركيا تتعرض لهذه هو الجمال. مهم جدا هذه المقدمة دكتور بوران حتى نعرف أن الأرضية تتحرك في تركيا أرضية يعني ملغمة وأيضا متحركة. ولكن دكتور سعيد أشرت في مقدمتك في عندما استعرضنا تفاصيل الأرقام 70 طائرة مقاتلة يعني بمختلف هذه التشكيلات وإصابة أكثر من 90 هدف تقريبا حوالي 89 هدف يعني وفي سوريا والعراق،
كل ذلك له دلالات يعني. وكان تركيا تقول يعني ليست عملية بسيطة يعني ضربة جراحية ثم تعود، لا هناك عملية ويعني الأرقام لها دلالات كبيرة. نعم هو طبعا يعني أنا أتفق مع الدكتور برهان، هناك منظور استراتيجي أو رؤية متكاملة لما يتعلق بالعمال الكردستاني بفرعيه السوري والعراقي، وهناك مناسبة أتت أو يعني حدث حصل في إسطنبول كان ينبغي منذ اللحظة الأولى كنا نتحدث أن المسؤولين الأتراك يتحدثون عن تدفيع الثمن عن الرد، ولذلك كان متوقع الحقيقة على أقل تقدير استهداف شخصيات مسلحين، استهداف مراكز ومناطق وما إلى ذلك. لكن في التفاصيل أنا أعتقد أنه لعلها المرة الأولى ربما التي هي عملية متزامنة في العراق وسوريا بهذا الوسع بهذا الشمول، وهي لافتة وهي تظهر من جهة القدرات التركية المتنامية إن كان على مستوى التسليح الذاتي أو إن كان على مستوى الإدارة العملياتية للأمر. يعني أيضا ليس سهلا أنه هناك طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة، هناك سوريا وهناك العراق وهناك العمال الكردستاني ووحدات الحماية، جغرافيا واسعة ليلا، أنت تملك ربما إمكانات في الأجواء العراقية لكن الأجواء السورية تحتاج تواصلا مع الروس ربما أو هل قصفت من الأجواء التركية، أقصد أنه التفاصيل أيضا كثيرة جدا. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك رسالة متعلقة بالإمكانات التركية المتنامية، وعملية بعد عملية يبدو أن ذلك يكسب تركيا خبرة وإمكانات أيضا ويفتح أمامها آفاق متجددة. والأمر الثاني أنا أعتقد أنه رسالة الردع، يعني إذا كان المقصود من هذه العملية الردع على عملية إسطنبول فكان يفترض بها أن تكون واسعة وشاملة وأن توجه ضربات قاسمة، وإلا فلا معنى لها، لن توصل رسالة الردع ورسالة الرد ورسالة تدفيع الثمن التي تحدث بها المسؤولين الأتراك. ولذلك أعتقد أن هذه الرسالة ربما وصلت. طبعا حصل تفجيرات أو استهدافات من بعض مناطق الشمال السوري لداخل تركيا وسقط شهداء تحديدا في مدارس عفوا في بعض المدن الجنوب، وبالتالي هذا ما زال مستمر فكرة الردع وما إلى ذلك. لكن يعني في المقام الأول أنا أعتقد أن هذه الرسالة وصلت، الحديث عن عشرات الطائرات أو بمختلف الأنواع المسيرات والمقاطعة، الحديث عن عشرات الأهداف ربما عشرات أو مئات المحيدين إن جاز التعبير في هذه العمليات، هي كلها تأتي ضمن رسالة الردع وأنه تركيا ليس فاقدة للإمكانيات، بالعكس لديها بنك أهداف واسع جدا، ولن تستعجل منذ اللحظات الأولى ليكون رد فعل متسرع نوعا ما، لا اختارت توقيتا ما للعملية المتزامنة في العراق وسوريا، ورغم اختلاف الأحداث والتضاريس والظروف وما إلى ذلك عملية متزامنة في البلدين بإدارة واحدة. أنا أعتقد أيضا لها علاقة أيضا بالقدرات اللوجستية أيضا فضلا عن القدرات التسليحية أيضا. أنا سأعود معك الدكتور بوران، أشرت إلى استهداف عين العرب كوباني، وهذه المنطقة كانت في دائرة اتفاقات بين تركيا الولايات المتحدة أيضا روسيا، هل أصبحت تركيا الآن غير ملزمة بهذه الاتفاقات باعتبار أن لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية التزمتا بما تم الاتفاق عليه حيث تحييد المسلحين أبعادهم عن المناطق التي فيها احتكاك إن كان مع الجيش السوري الحر أو أيضا مع القوات التركية، في آخر الأمر تركيا الآن ملزمة فقط بحماية حدودها وأمنها القومي؟ يعني أولا طبعا للإجابة لهذا السؤال يجب أن نحدد يعني سياسة أمريكا. يعني تركيا طبعا دائما تتحدث على لسان رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية عن انزعاجها من السياسات الأمريكية. أمريكا منذ يعني فترة طويلة سنين تقول مقولة واحدة، نحن نعتبر PKK منظمة إرهابية بينما لا نعتبر PYD منظمة إرهابية، كلاهما منفصلان، نحن ندعم PYD في حربها ضد داعش لذلك نحن ندعمها. ولكن تركيا تقول عندي أدلة، كل اللقاءات التركية الأمريكية تقدم هذه الأدلة على أنه هناك لا يوجد هناك أي تمييز بين المنظمتين. PYD هي جزء لا يتجزأ من PKK أيديولوجيا وحتى من خلال عمليات تنظيميا. نعم. فإذا يعني هذه المقولة الأمريكية طبعا دائما تركيا تردد يعني كلام أنه نحن حلفاء لا يجوز أن الحليف يقوم بذلك ضد حليف آخر، ولكن هذه طبعا أصبح فعلا يعني هذه المقولة ليس لها معنى، عرفنا أنه نحن لم نعد حلفاء مثل الأول. تركيا يعاقب إذا مثلا عندها نقص في المنظومة الدفاعية، كلنا نعرف أنه حصل من روسيا لم يحصل من أمريكا، والان امريكا يعني يعاقب تركيا من طائرة F-35. نعم. اذا نحن وصلنا الى حد
صحيح، يعني خلنا نقول جدليا نقول نحن حلفاء أو من باب الخطاب، ولكن في الساعة عمليا نحن الآن نحارب قوة مدعومة، لولا أمريكا، لولا دعم أمريكا لما كان هناك يعني هذه مثلا سيطرة هذه على مناطق في داخل سوريا، يعني مناطق كبيرة جدا، سيطرة على آبار النفط، يعني بأي ذريعة أن يكون منظمة تسيطر على آبار نفط، أو مثلا يهجرون PYD يهجر العرب والتركمان حتى الأكراد الذين لم يتفقوا ما يهرجون من المناطق، لذلك تركيا ما زالت تستقبل لاجئين. ثانيا نقطة مهمة، هناك علاقة تواصل مستمر بين PKK العراقية PYD السورية، يعني علاقات لوجستية، خاصة ما ذكر الأستاذ سعيد أنه صار هناك هجمة صاروخية وصل إلى تركيا وقتل ناس مدنيين، في المقابل نحن نضرب فقط المناطق العسكرية فيها جيش أهداف عسكرية وليس مدنيين. طبعا هناك تضليل إعلامي في الغرب أو حتى طبعا أكيد PYD PKK يقوم بذلك، فهذه كذلك يعني إشكالية كبيرة بين تركيا و الولايات المتحدة. طبعا روسيا أكيد هو كذلك لا تريد أنه أي شيء يمكن يضعف النظام، ولا عندها علاقة قديمة موجودة مع PYD يعني، ولكن في الفترة الأخيرة هم مهتم بأمور أوكرانيا ولا يهتم بما يحدث كثيرا في سوريا، لذلك تركيا يجب أن يعني كان يجب أن تتخذ هذا الموقف. هو موقف متقدم على كل، احنا سأعود معك بعد قليل لما بعد هذا الموقف. ولكن دكتور سعيد، تحدثت عن المجال الجوي، يعني هل رجحت أخبار دقيقة؟ هل استعملت تركيا المجال الجوي السوري؟ هل قصفت من داخل الحدود؟ لأنك يعني تحدثت وأشرت في عودة للأرقام بأن لا، هذه العملية تم الإعداد إليها بشكل جيد واضح خلال يعني المساحة والجغرافيا، وأيضا السؤال حول التنسيق، هل نسقت مع روسيا، هل نسقت مع أطراف أخرى تركيا؟ شوف، فيما يتعلق بالعراق، معاقل العمال الكردستاني في جبال قنديل بعيدة عن الحدود، أعتقد بحدود 80-90 كيلومتر، وبالتالي تستخدم تركيا عادة المجال الجوي العراقي، وهذا يحصل احيانا تواصل مع الحكومه ان كان اربيل او بغداد بطريقه بغض الطرف من بغداد يعني او غض طرف، لكن في سوريا اغلب المناطق التي خصبت مناطق حدوديه، ولذلك لوجستيا يمكن ان تكون استخدمت الاجواء السوريه ويمكن ان تكون من فوق الاجواء التركيه قصفت. وزاره الدفاع التركيه فيما تابعت بياناتها واخبارها لم تتحدث في هذا التفصيل. انا يغلب على ظني ان قد يكون هناك تواصل او حصل اخبار على اقل تقدير للجانب الروسي حتى لا يكون هناك عرقله او صدام في الامر، لانه مره اخرى نتحدث عن عمليه واسعه. لكن دعنا نقول انه العمليه الجويه بهذه الحدود تحتاج تنسيقا اقل مع الطرف الروسي مما لو كانت عمليه بريه، لان العمليه البريه فيها توغل لقوات ينبغي ان لا تصطدم، وبالتالي العامل الروسي هنا مهم، وايضا هذه القوات البريه تحتاج لغطاء من الجو ايضا، ولذلك ايضا التواصل مع الروس مهم جدا. ولذلك قد يكون التواصل مع الجانب الروسي في هذه العمليه حتى اللحظه التي اقتصرت على العمليات الجويه بالحد الادنى، يعني بحدود الاخبار ربما. وانا اعتقد انه الاخبار التي تحدثت عن قصف روسي لادلب بعد العمليه التركيه قد تكون جزءا من رد او من رساله معينه. واعتقد ان روسيا ما زالت على موقفها السابق انها غير راضيه عن عمليه توغل بريه تركيه. روسيا وإيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية عفوا كلهم ينظرون بسلبية ربما أو بغير رضا على أي عملية من هذا النوع، يرونها نفوذ زائد لتركيا، يرونها نفوذ زائد للمعارضة السورية، يرونها ربما تخصم من رصيدهم ورصيد أو نصيب النظام، ولذلك لا أعتقد أنهم سيكونون راضين. طبعا في نهاية المطاف في سياق الحرب الروسية الأوكرانية والأدوار التي لعبتها تركيا ودورها في موضوع السويد وفنلندا وانضمامهم للناتو، وايضا في كثير من الانجازات التركيه، هذه اوراق لصالح تركيا، هذه كلها اوراق زادت من قوه الموقف التركي. لكن الاهم من وجهه نظري انه تفجير اسطنبول وما حصل فيه اعطاها ايضا ذريعه قويه ويد عليا في التفاوض حتى مع روسيا الامريكان. يعني اين يمكن لاي دوله ان تدافع وان تغض الطرف عن استهداف منطقه سياحيه تجاريه ومدنيين اطفال ونساء قتلوا في هذا الهجوم؟ ولذلك بالمناسبه مستوى التضامن مع تركيا غير مسبوق في الهجوم الاخير، يختلف عن التفجيرات السابقه. ثانيا حتى بعد العملية الجوية الآن استهداف بالصواريخ مدارس في غزة عنتاب وغيرها، أطفال طلاب طفل ومدرسة طالب ومدرسة قتلا في هذه الهجوم.
لذلك أنا أعتقد مرة أخرى التفهم إنجاز التعبير الروسي لعملية من هذا النوع سيكون مختلفا هذه المرة. الدوافع التركية مختلفة، وأنا هنا أريد يعني أن أشرحها قليلا بعد الأمر لو سمحت، لأنه أيضا داخليا لا يمكن الحكومة التركية أن تترك الكلمة الأخيرة لهذه المنظمات. لا يمكن، يعني لا يمكن أن يترك هذا القصف الأخير الذي أوقع شهداء في غزة عنتاب، طالب معلم وغيرهم، لا يمكن أن يكون هذا هو المشهد الأخير. وبالتالي فكرة الرد مرة أخرى والردع حاضرة. هل سيكون من الجو فقط؟ الجو الضربة السابقة أثبتت أنها لم تنهي، يعني وجهت ضربات قوية لكنها لم تنهي تماما إمكانية استهداف الأراضي التركية. فبالتالي وكأن العملية البرية هنا وكأنها أصبحت حتمية من ناحية النظرية من ناحية الدوافع. الأمر الثاني، المعارضة التركية كل ما يتعلق بالأمن التركي، يعني الأمن القومي التركي باستثناء طبعا الشعوب الديمقراطي الذي ينظر له على أنه مساند أو على الأقل دراسة سياسية، في بيانه شكك من الغايات والأهداف يعني. لكن على الأقل تقدر أقصد بعملية برية نعم تركية نعم. في الشمال السوري معظم المعارضة حتى ستكون داعمة لهذا الأمر، بالعكس بعضها قد يزايد على الحكومة ويقول أنه الرد حتى الآن ليس كافيا، لم يعني تدحض الخطر على الداخل التركي تماما. ولذلك في كل السياقات الداخلية والسياقات الإقليمية والحرب الروسية الأوكرانية وكل ما ذكرناه سابقا كله يعطي دافعا غير مسبوق لتركيا وتفهما غير مسبوق من أطراف أخرى لإطلاق العملية. الآن إذا لم تستطع تركيا رغم كل ذلك أن تقنع روسيا وواشنطن بهذه العملية بحقيتها فيها، أنا أعتقد أنه ما زال أمامها خيار آخر قد نتحدث فيه لاحقا. وكأنك يعني لا أقاطعك، ولكن سنتحدث في الخيار في تبقى من 4 دقائق تقريبا. إذن دكتور برهان، يعني في الفلسفة السياسية هنا يعني لم يبقى تركيا كما قال دكتور سعيد، يعني مسألة حتمية العملية البرية. نحن منذ تقريبا 3 أشهر دكتور نتحدث عن العملية على مستوى الدوافع وليس بالضرورة في المنطق العملي. لا، حتى أنه في فترة معينة كنا نتحدث عن مسألة ساعات أو أيام إطلاق العملية. يعني ألا ترى بأن يعني القرار التركي بقيام بالعملية أخذ مجال من التسييس أكثر من اللازم وأصبحت فيه الحسابات معقدة جدا، في حين أن المسألة أصبحت حتمية، مسألة هذه كل الشعب التركي وراء القيام بعملية تحفظ الأمن القومي التركي، لماذا كل هذا التأخير؟ يعني أولا طبعا هذه العملية عملية البرية هناك أطراف، أولا طبعا الطرف الأمريكي منزعج جدا، أوروبيين منزعجين يريدون يعني بصراحة أنه لا يكون تركيا مثل ما قال دكتور سعيد يعني ذات نفوذ أكثر من هذا، يعني يقولون في شمال سوريا، لذلك يعارضون. أولا طبعا هناك حسابات أمريكية يريدون يبقوا PYD يعني ورقة قوية في يدهم في المستقبل للمناقشة مع النظام. روسيا كذلك لا تريد أن يعني يكون هناك أي شيء تهز التوازنات التي استطاع روسيا من فترة أن تقيمها، في لأنه إذا مثلا ضرب تركيا PYD على حساب النظام، يعني النظام يمكن لا يستفيد منها، ماذا من يستفيد؟ معارضة السورية يستفيد منها. لذلك أي شيء يقوي المعارضة كذلك روسيا عندها مواقف. يعني نقطة أخرى، العملية البرية أكيد طبعا جيش تركي جيش قوي معروف، ولكن نحن نتحدث عن يعني مثل حرب الإصابات، وأكيد يعني هناك طبعا يعني كم الأسلحة التي أعطيت PYD مش قليل. يعني الآن مثلا إذا نظرنا إلى ما حدث في أوكرانيا من خلال هذه الأسلحة المتطورة، أوكرانيا مع أنها أضعف من روسيا استطاعت أن توقف روسيا. لذلك تركيا تحسب كذلك هذه الحسابات، يعني في النهاية أنت تنطلق إلى مناطق صعبة جبلية وعرة، الآن مثلا نحن مقبلين على الشتاء، فهذه طبعا بالإضافة إلى مواقف السياسية من الدول الغربية ومن ما لسه في شيء من الدول العربية. مثلا بعض الدول العربية يقولون نحن هذا تدخل في الشأن العربي، أين شأن ليس الدول الجامعة العربية دائما في كل بيانات طبعا يعني دائما، ولكن يعني لا يقولون أنه سوريا لا يوجد هناك أصلا يعني دولة مستقرة. هل سوريا بإمكانها أن يعني تدافع عن حدودها مع تركيا، يعني مع ضد منظمات، أو العراق هل عندها قوة أنه تسيطر على PKK؟ فلذلك تركيا طبعا حسابات دقيقة جدا، وأحيانا أكيد يستغل، ولكن أفرطت في الحسابات. يعني البعض يقول لي يعني تركيا أفرطت في الحسابات إلى حد أن عقدت هذه العملية.
لا هي في النهاية يعني دولة طبعا عقل الدولة طبعاً يعني يختلف عن عقل الشعوب في الشارع، وأكيد عندها حسابات وقد يعني يكسب وقت في إقناع. مثلا الآن هذه العملية الأخيرة لو عملها قبل شهرين ثلاث كان يمكن رد فعل مختلف، من الآن لا نرى رد فعل قوي جدا حتى من أمريكا لا نرى، لأنه يعني تركيا كذلك قدم من يمكن من قبل اجتماعات كثيرة أنه أدلة نحن أمام حتى عدوان، حتى تفجير إسطنبول يعني خدم هذه العملية. نعم هذا تفجير مش بسيط يعني. طيب قبل هذا في فاصل في دقيقة دكتور سعيد تعليقك، هل هذه العملية نحن يعني الآن أمام مؤشرات عملية؟ تحدثت عن الحتمية ولكن تحدثنا عن الوقت. أنا أتحدث عن حتمية الدوافع لكن في المنطق العملي قد لا تكون حتمية، لأنه أي عملية من الناحية العسكرية تركيا قادر عليها نعم، لكن من الناحية السياسية تحتاج أيضا للتواصل، لذلك بالتأكيد يعني طبعا هناك نقاش اولا يعني هل ستكون عمليه واسعه ام عمليه محدوده، نناقش بذلك. لكن اعتقد على اقل تقدير عمليه تبدا بمثلا ببنبج وعين العرب تحتاج على اقل تقدير للتوافق مع روسيا على ذلك، والا اذا منع الغطاء الجوي هذا سيصعب العمليه، سيمد بزمنها، سيفتح باب المخاطر والخسائر بشكل كبير جدا. لكن على اقل تقدير انا اقول انه حتميه الدوافع، التفهم المفترض من روسيا والولايات المتحده الامريكيه بعد تفجير اسطنبول، وخصوصا انه يفترض لدى السلطات التركية أدلة تدين ليس فقط العمال الكردستان ولكن أطراف في وحدات الحماية في سوريا أقصد، أعتقد أن ذلك يعطي تركيا أريحية أكثر من السابق. وبالتالي شوف في هناك سيناريو عملية نبع السلام، كان هناك تحفظات روسية وأمريكية ورغم ذلك أطلقتها تركيا ثم لاحقا تفاهمت مع روسيا والأمريكان في كيفية إيقافها وشروط إيقافها. أنا أعتقد أن سيناريو من هذا النوع قد يكون ممكنا في هذه الحالة، تطلق تركيا عملية حتى لو لم تستطيع إقناع الروس والأمريكان بذلك، عملية قد تكون محدودة بدايتها يعني مثلا في ممج وعين العرب، ثم بعد ذلك تضع الروس والأمريكان أمام تعهداتهما وتفاهماتهم السابقة أنه أنتم تعهدتم بإرجاع هؤلاء 30 كيلومتر بعيدا عن الحدود، لم يحصل ذلك، ما زالت أراضينا تتعرض للقصف وبالتالي أنا مضطر لذلك. هذا السيناريو قد يكون ممكنا. السيناريو الآخر أن يوافق الروس أو يتفاهم الروس مع الأتراك على حدود معينة للعملية، والسيناريو الثالث أنه تؤجل لحين أن يتم ترتيب كل هذا الأمر، لأنه أيضا مرة أخرى الوقت أيضا عامل مهم، فكرة دخول الشتاء في تلك التضاريس أيضا صحيح. أمر أعتقد أنه يوضع في الحسبان في نهاية المطاف. عمليتين على كل واضح أنه لا تفاهمات إلا بعد الرصاص الأولى، يعني يبدو ذلك أنه هذا سيقع في المشهد في شمال سوريا وفي علاقة بالأمن القومي التركي. عملية سياسية هذه المرة تطلق من دوحة المصافحة في كأس العالم سياسيا، يعني واضح أن كأس العالم في الدوحة ليس فقط للكرة ولكن أيضا للسياسة، نناقش بعد ذلك الرسائل الخلفيات الدوافع وما بعد المصافحة بين الرئيس أردوغان وعبد الفتاح السيسي، كانت في لحظة معينة تقريبا شبه مستحيل، الآن أمر واقع بعد الفصل.